السلام عليكم. اليوم ان شاء الله الحصه ديالنا غادي تكون مانيبيلاسيون دي لوجيسيال ايزيس ولا لوجيسيال بروتوز بروفيسيونيل. الى جينا نشوفو بروتوز بروفيسيونيل كيتكون من دو بارتي، من بارتي اللي سميتها ايزيس بروفيسيونيل وكاينه اريس بروفيسيونيل. دونك انا لا فيرسيون اللي كنخدم بها سي 7.8، وهي لا فيرسيون اللي ما فيهاش المشاكل وفي نفس الوقت ما كتشدش وما كيكونش فيها دي بروبليم تكنيك au niveau des composants. Ou la plupart des composants font la simulation. Je prends la version 8, par contre, il peut faire des problèmes au niveau de la simulation. Le logiciel fait deux parties. Le logiciel Easy, c'est pour la simulation des schémas électroniques. Ou le deuxième logiciel, c'est ARES, c'est pour la réalisation des cartes électroniques. Et on peut réaliser une carte, et on sauve le circuit imprimé de là, on sauve en 3D, on chauffe la caméra. Au Binisbel Isis, on peut simuler n'importe quel schéma dans le domaine de l'électronique industrielle. Et l'électronique industrielle, qui est la première des domaines. Domaine, donc, on va ouvrir le logiciel, on va déjà un abcadeau. Et les domaines de l'électronique, comme vous voyez, on va trouver un projet de calculatrice numérique. On fait LCD, fait un microcontrôleur, fait des condensateurs, quoi, c'est un oscillateur, et ainsi de suite. Et ce sont des composants. إذا هذا الكالكولاتور يعني نقدروا حنا نصاوبوا، يعني هذه داخله في لو دومين تاع الالكترونيك امباركي. كاين الالكترونيك دو باز، كاين الالكترونيك انالوجيك، الالكترونيك دو بويسونس، وكاين الالكترونيك نيميريك. يعني ديجا هذا لوجيسيال كنقدروا نديروا لا سيمولاسيون ديال بليزيور لوجيسيال، يعني ملي كتلونسي سيمولاسيون. وهاد لي تيست بروجيكت ولا سامبلز ولا دي زيكزامبل كيكون ديجا كريي بار لو كونستركتور ديال بروتوز. فوالا، دونك حنا أول حاجة غادي نبداو بها هو كيفاش غادي نكسبلواتيو وكيف كومون أون بو مانيبيلي لو لوجيسيال فاسيلمون. أول حاجة كنبداو بها سي نوفو بروجي، فوالا، دونك يعني نوفو بروجي يعني كتلقاوها الفوق، كدير نيو فايل، نيو فايل ولا كدير أن فايل وكدير نيو ديزاين، يعني كدير نيو ديزاين وكتسمي تا بغيتي ديفو، فوالا ديفو. من بعد سينو يعني كتبان لكم هنا واحد بحال ورقه بيضاء يعني نيو فايل كيعطي عليك التمبليت وانك تقدر تراسي فيها الشيما اللي بغيتي. مي قبل ما نرسمو لي شيما هادي سوتي انيسياسيون او لوجيسيال، يعني كيفاش حتى نلقاو لي كومبوزون الكترونيك ديالنا. اول حاجه قبل ما نبداو نيمبورت كيل بروجي كنحاولو نديرو لو سوفكارد ديال لو بروجي ديالنا، يعني سوا كنديرو كونترول اس بالكلافيي soit qu'on dira sauvegarder à travers des disquettes liées à ta télé Save Design. Donc on stimule le contrôle S sur le clavier, mais on va être comme chez le bureau. On a déjà créé un dossier sur le bureau, c'est mis au Project Isis. On a mis, par exemple, Test Project, qui est un test Project, où on va dire, voilà, donc on a déjà un sujet de web, on va enregistrer ou remplacer. Voilà, donc le test project, il y a maintenant un projet de test, il y a une chose les composants électroniques. Maintenant, il y a la bibliothèque, il y a deux méthodes. La méthode de l'Olenio, il y a le PIC. Le P, il y a PIC from Libraries, ou là, ça veut dire qu'il y a un PIC des composants de la bibliothèque. Ou là, quand vous cliquez directement sur le clavier, cliquez la lettre P, on va être le P, qui attaque directement la bibliothèque. Ou les composants, هنا, l'arabie فيهم, c'est anglophone. يعني كنحاولو نخدمو بلا لونغ anglaise. Donc, résistance, يعني كنسميو résistor. هنا غادي نعطيكم directement les abréviations, غير يسهلو علينا. Donc, RES, كتعطيني résistance. Ou être condensateur, كندير cap, يعني capacitor, وندير terrible 6. إلا درت تيريب 6 كيقدر يعطيك واش بغيتي الإلكتروتيك إلكتروليتيك، يعني سيت أن كوندونساتور لي هو شيميك. بغيتي بولاريزيت ولا بولاريزي، يعني فيه بلوس و موان. بغيتي فاريابل يانسي دو سويت، يعني يقدر إلا بغيتي كاب كيعطيك الكوندونساتور. فوالا، من بعد بغيتي البوبين حتى هي كنستعملو السيلف يانسي دو سويت، يعني تقريبا لي كومبوزون كاملين كاينين. دونك غادي نحاولو نشوفو إلا بغينا جينيراتور، جينيراتور ولا بيل كنكتبو لها سيل. يعني سيل غنجيو هنا فوالا سيل. سينو يعني كنلقاو بغيتي باتري، يعني بغيتي نخدمو بباتري تقدرو نخدمو بباتري. من بعد هاديك الساعة ملي كنكليكي أي كومبوزو بغيتو كنكليكي جوج المرات شنو كيبان لكم كيمشي لينا هاد لابارتي هنا. أي كومبوزو عجبني ولا حاجتي بيه ولا بغيت نخدم بيه ولا بغيت نشوفو ولا بغيت نفيريفيه، هاديك الساعة كنجي لهنا كليكي عليه جوج المرات كيتلاح لينا بحالا كنعتبرو هادي اون بانيي.
وهاد الباني هادي كتقدر تستعملها من بعد. ملي كنسالي يا اما كنسد هاد لا فونيت ولا كنكليكي لا ايشاب في الكلافي. ايشاب يعني باش يخرج لينا من هاد لا فونيت. دونك لو في انكم الكومبوزو اللي حاجتكم به غنديرو ان سيركوي اللي هو سامبل سيركوي الكتريك. غناخدو مثلا سيل، ها هي سيل نحطو هنا. بغيتي دير زوم كاين دو بوسيبيليتي، وانني كنجي هنا نحط الكومبوزو من بعد كنعمل بلوس ومعدي موان فوالا، من بعد كندير بلوس ومشات ليا مثلا لاحظتو كتميل الفوق، يعني كاين عندنا واحد لو كادر بالخضر كنكليكي عليه هنايا وكنقدر نسونطريها. سينو الا كنتي كتخدم بالسوري راه كاين عندك هذاك لامولات، يعني هذاك المولات هي هذاك بحال نقولوا بحال شكل ديال الديسك اللي كاين تمايا اللي كتزيد بيه، يعني تقدر تزوم ما حدك كتقرب هو كي يزوم، يعني اون افون اون اريير فوالا. دونك نحطو لي كومبوزون ديالنا، من بعد نكليك على ريزيستونس حاجتي ريزيستونس ونحط واحد هنا ونحط ريزيستونس مثلا الثانية هنا. يعني لاحظوا معايا بخومي كليك كتعطيني هنا، الدوزيام كليك كتحط لينا لومبلاسمون ديالها. من بعد الا بغينا ندورو الكومبوزون كنكليك عليه وكندير روتيت، يعني اختار الروتاسيون اللي بغيتي، واش بغيتي دوزو كلاك وايز يعني في نفس العقارب الساعة، ولا اونتي كلوك وايز يعني اونتي اورير، ولا بغيتي دور 180 دوغري، يعني كتبقى لك الحرية. دونك الا بغينا نردو في هاد الشكل هذا فوالا فوالا. من بعد ملي كيكون عندنا لي كومبوزون كنقدر انا نزومي غير على لابارتي، شوف كاتب لكم زوم تو اريا، يعني كنزوم غير على هاد لابارتي هادي فوالا. انا قربتها ليا يعني كتبان مزيان. ملي كنقرب في لي زيكستريميتي ديال كل ريزيستانس كتكليكي بخومي كليك وكنمشي، يعني ماشي بالضروره نبقى مكليكي على السوري، كنكليكي غير مره واحده حتى البوان اللي بغيت نوصل ليها. دوزيام كليك عاود بخوميير كليك كنجي هنا دوزيام كليك وحنا ماشيين، عاود هنا بخوميير كليك دوزيام كليك بخوميير دوزيام. يعني ملي كنجيو نشوفو هنا السيركوي ديالنا كيكون عندنا ان سيركوي اللي هو فيرمي. الا بغيت نونبلاسمون شي كومبوزون سواء كنكليكي ا دروات كندير دراغ اوبجيكت، يعني بحال لونبلاسمون ديال كومبوزون، سينو كنكليكي عليها ا دروات مره واحده وكنجرها بحال هاد الشكل، يعني هكا وكنجر، يعني كليك بالدروات وكليك بالكوش وكنجر الريزيستانس ديالي. دونك هنا ريزيستانس ناخدو قيمات صغاري ملي كنبغي نبدلهم، كليكي جوج المرات على القيمة ديالهم. بغيت نبدل السمية كنكليكي جوج المرات على السمية ديالها. دونك كنبدلو القيمات ديالها، ردو هادي 100 با فوالا 100 فوالا، هادي مثلا ردوها 200 هيا مسحوها ديرو 200 اوكي، وهذه ردوها مثلا 300 هي 300 اوم. كوم تيتر ديكزامبل في حاله الا كان عندك شي اكزرسيس بهذا الشكل. الباتري كنكليكي ا دروات ا غوش، يعني بحال مره في الدروات ومره غوش وكنجر دروات غوش وكنجر. مثلا عارفين بان لا بيل راه كتعطيني غير 1.5 فولت حيت سي اون طونسيون لي ستوندار، نقدر نبدلها بلو في انني عندي سيمولاسيون، نقدر نبدل مثلا 10 فولت وهذا سون بروبليم، يعني كتكليكي غير على لا فالور اللي بغيتي تبدل مثلا 10 فولت جو في اوكي، كتبدل لنا الباتري. اصلا كاتب لكم بات يعني سي اون باتري، وعندنا ديجا جينيراتور هنا كاتب لك بات، ما بغيتهاش بات بغيت نسميها او، يعني جينيراتور كيف ما كنستعملو في الاناليز دو سيركوي الكتريك. نكليكي جوج المرات وهنايا غنسميها او، وهنا اوكي ديك الساعه كندير كليكي ونقرب. يعني عندنا ان جينيراتور لي اتونسيون كونتوني اللي فيها 10 فولت، وعندي ثلاثه لي ريزيستونس، كل ريزيستونس وحده فيها 100 اوم، وحده 200، وحده 300 اوم. في حالة الا بغيتها بالكيلو كندير مثلا واحد وكنزيد الكا، يعني كندير غير واحد كا صافي كا اوكي وكيعطيني واحد كيلو اوم. بغيت بالميجا كندير ام بي ان سي دو سويت، يعني بان لي فالور كيتبدلو. سينو انت سمي غير 1000 دير اوكي، يعني اللي بغيتي بالنسبه للوجيسيال راه كيعتبرها 1000 راه هي 1 كيلو فوالا. دونك غادي نخليهم لي فالور كيف ما كانوا هما، دونك 100 200 ورجع. هذيك الساعه الا بغيتي تزيد شي سميه ولا تزيد شي كادر ماشي مشكل، يعني كتجي لهنا كاين عندنا البوكس، يعني بوكس بوت، يعني كنكليك على البوكس. من الاحسن يكون عندك بين يعني باش يكون عندك لو فيد، و كنكادري الشيمه ديالي فوالا ها هي مثلا بحال هذا. دونك لما كنكليك على ادروات لحد معايا فوالا، يعني كتقدر تحولو لو بغيتي تسونطري. من بعد كنمشي لهنا الا، يعني الا بغينا نكتبو يعني شي حاجه، يعني الا يعني بحال كتعطيني الفخاز، نكليكي هنا ولا تكست كنكليكي وغنسميه
schéma. électronique. OK. Voilà. من بعد يعني كتمشي لهذه يعني ولا الكورسور كيعطينا سيليكسيون مود هذا كنهز به اي كومبوزون بغيت فوالا. من بعد ديك الساعه بغيتي تصغر الكادر بغيتي تجيبو جوست يعني راه كيعطيك لي زيكستريميتي يعني كتكليك عليه غير مره واحده كيعطيك لي زيكستريميتي بحال هاد الشكل و كنهبطو. دونك هذا كما قلت لكم يعني غير ان اكزومبل ديال لي شيما اللي نقدروا نديروه. من بعد بغيتي تبدل دي بروبريتي ديال التكست راه خاص ضروري يكون هاد السيليكسيون مود ولي يكون كتكليكي دو فوا وديك الساعه كتبدل في حالتي الا بغيتي ايطاليك واش بغيتي مثلا يكون اندرلاين ها هو كيعطيك كلشي بحال عندك الوورد وحتى الا بغيتي في الزوم ديالو ديرو 15 لاحظ معايا كيتبدل لك كلشي اي حاجه بغيتي تبدلها تقدر تبدلها سون بروبليم. ملي كتسالي كنحاولوا نرجعوا بالمولات لورج لاحظوا معايا كتبان لك ان هذا الشيء معدل ماشي كادري في هذا لو سونتر يعني في هذا لو كادر اللي هو بالزرق يعني هاد الكادر بالزرق يعني هي بحال الورقه اللي عندنا لا فورم ا4 يعني باش نسيليكسيوني نحاول ندير سيليكسيون مود نكوشي كلشي ونجر هادي ونجيبها في السونتر تقريبا فوالا زعما ماشي في السونتر هيا. من بعد ندير كونترول اس يعني باش يصوف كاردي لنا لو شيما فوالا. دونك لاحظتوا ان ساهله بالسوريد غير كندير الزوم وكنرجع لقدام يعني كنرجع للور وكنزيد لقدام. من بعد كندير فايل كندير اكسبورت جرافيكس اكسبورت بي دي اف كندير كولور اوتبوت باش تكون عندنا لا فورم اللي هي اوتبوت ولا لاحظتوا حتى الديستيناسيون عطينك يوزر ولا عطينك في الديسكتوب بروجيكت ايزيز تيست بروجيكت المهم سميتو تاش تيست بروجيكت بغيتي في حالة الا بغيتي تبدل الاسم ديالو نقدروا نبدلوه هنايا ونسموه شيما الكترونيك كيما سمينا ماشي بالضروري يبقى عندنا نفس شيما الكترونيك فوالا انجستري. من بعد اوكي غنتسنى واحد شويه وغادي تلونس لنا بي دي اف بوحديتو فوالا. اذا الى لاحظتوا هذه هي الشيما حتى الى درت كونترول ال بالكلافي يعني كيعطيني ديريكتومون البي دي اف مقاد وديك الساعه كتقدر تزومي وتشوف الشيما ديالك هذا كوم اكزومبل ومع ان شاء الله مع دي فيديو الماجي نقدروا نشوفوا لو ريست. مي كما قلت لكم ان لي كومبوزون الى بغينا يعني غير باش نذكر بغيتو تجبدوا اي كومبوزون كتكليكي على بي في الكلافي واي كومبوزون مثلا بحال 7404 اللي هو ان انفرسور في النيميريك بغيتي مثلا 74 32 اللي هو بورت اور اي كومبوزون كتب غير ريفيرونس ديالها هنايا وغادا تخرج لك فاسيلمون. الا بغيتي لي بوتونسيومات كدير غير بوت يعني كتب غير بوت تيغي ب 6 كيعطيك عاوتاني ان بوتونسيومتر اللي هو ريغلاب. سي تو تافي نورمال ان لوجيسيال ما غيكونش فيه لا سيميلاسيون ديال لي كومبوزون كاملين حيت لا بيبليوتيك راها كبيره مي كاينين المعتمد ديال لي كومبوزون ان شاء الله اللي غيكون فيهم لا سيميلاسيون غنشوفوهم في لي فيديو لي جايين من بعد. هذا ما كان في حاله اذا كان عندكم شي تساؤل يعني بوفي مو كونتاكتي سوا بار كومونتير فوالا هادشي اللي كاين وتبارك الله عليكم نهاركم مبروك والسلام عليكم ورحمه الله.